معاكم كابتن عزو المنجي، واسعد الله مساءكم بكل خير. فيديو جديد في يوم الثلاث يا حبايب يا محترمين، فيديو جديد في يوم الثلاث 22 نوفمبر. عايز اقول كل اللي عايز يخس سواء للسيدات البنات الرجال كبار سن اطفال، كل اللي عايز يخس رقم واحد قبل ما اتكلم في اي حاجة اشتركوا في القناة واعملوا لايكات مع تعليقات الحلوة مع تفعيل الجرس، واعملوا سير للقناة لان المعلومة دي هتفيدكم. لما حد من الناس يقول لي يا عزوز انا جسمي هو عملت وسويت، انا عايز اقول حاجه مهمه جدا، اللي عايز يخس رقم واحد اكلك، ظبط اكلك، هو ده الاساسي اللي هيخليك تخس، وهو اللي هيظبط اكلك. ظبط اكلك، تبتعد عن السكريات والاملاح، وفي نفس الوقت تعمل رياضه، هتستفاد وهتلاقي جسمك هيجيب نتيجه. لكن هتاكل سكريات وحلويات ونشويات وعيش والكلام ده وبتعمل رياضه وتتعب، هتلاقي جسمك هو لا هتخس ولا تعمل اي حاجه. فعشان نستفاد لازم نظبط اكلنا. ظبط اكلك وكتر من شرب الميه وابتعد عن السكريات. مع رياضه هتلاقي جسمك كده. اتعلموا من الكابتن عزوز، انا اعتبر زي الكابتن بالظبط، بقالي 10 سنين بلعب رياضه واعرف ازاي اللي عايز يخس يعمل ايه. انا بقول لكم اهو معلومه صح 100%، اللي عايز يخس ظبط اكله. وشكرا لكم.